أصدقائي، بعد ما درت لكم مشروع البيت الجزء الأول راح نكملكم الجزء الثاني. إذا أول حاجة نحتاجها هي كرتون، أي كرتون صغيرة كبيرة، المهم اللي عندكم في الدار ديروا بها. أنا راح ندير بهذا الشكل هكذا، وانتو ما تحبوا ديروا هكا، تحبوا ديروا هكا، تحبوا ديروا هكا، تحبوا ديروا واش تحبوا. أنا هذا هو الشكل اللي راح نديره. إذا نحتاج إلى كرتون، نحتاج أيضا إلى هذا الشواء وكرتون باش نديرو، ندخلو من هنا، ندخلو الحديد من داخل باش نديرو السقف لتوا ونهزو. هكذا باش نديرو لتوا. نحتاج ايضا الى كرتون، ورقه سوداء، فتر اسود او اي لون، ريشات، والوان مائيه. اول حاجه نديروها لصقوا هذه فوق هذه، وهذه نخليوها هكذا هكذا. نضمو حتى نمشي. بعد ما لصقنا العلب نحطو العلب فوق الكرتون ونرسمو بالقلم الرصاص الشكل. الآن نلصق الكرتون هكذا وهكذا من جديد، نديرو غراء. الآن باش نغلفو الجزء هذا نحطوا الكرتونة هكذا، العلبة هكذا، نديروا نقاط هنايا هكذا، لازم يجي قد قد. هكذا ونبدا بالمسطرة نسوي. هكذا الآن نديرو نقطة هنا ونوصلوها بالمسطرة هكذا. نزيدو هنايا هكذا ونقصو. والآن لصقوها هنا هكذا. لصقوها هنا هكذا
نحطوها هكذا ونخليوها تجف، ونقصوا واحدة أخرى ولصقوها هنا. جف ونروحوا نصبغوا ليتوال اللي خدمناهم قبل، نعدت لكم كيفاش، ولي بالكون. اذا باش نصبغوا لي بالكون نستعمل اللون البرتقالي، وباش نصبغ ليتوال نخرج اللون البني اورانج اي مارون. اذا نهز هذه الورقة باش ما نفسدش الطاولة طبعا، صح، نجرب المخصص باش نصبغو، نديرو اللون البرتقالي. هكذا نزيد شويه هكذا باللون البني، هكذا هكذا. نجيبو ريشات ونبدا نصبغو. اول حاجة نبدا بالبني، انا الان خليو هذا يشيحو ونرجعو للبيت. نقصو الورقة هذه تاع كارلاج باش نديرو هنايا كشغل طراس. هكذا هكذا نخليوها تجف ونلصقوا هذه هنا. هكذا هذه، ومن بعد راح تفهموا وش هي. الان بعد ما غلفنا البيت كله نرسموا النوافذ والابواب، ونرسمه بهذا الشكل، طريقة بسيطة.
هكذا ونكملوا. والآن لون الأجر هذا بالبرتقالي. هكذا من الجهة هذه. كما راكم تشوفوا تلوين بسيط جدا. والآن راح نلصقوا لتوى بمسدس الصمغ لبالكون. إذا نبدأ الخطوة الأخيرة اللي راح نديروها هي لبالكون. كيفاش نديروهم؟ ناخذوا هذا القطع ونقصوا هذا هكذا قد هذا ونديروا هنا مسدس نلصقوا هكذا. نديرو هنايا هكذا. وهنا في هذا الجهة الصغار نديرو هنايا ونلصقوه هكذا. هما يجي مايل شوي. هكذا ونلصقوه هنايا. هكذا هذه هي البيت. الآن نحطها هنا يا ندير لها مسدس صمغ. نلصقها هنا. شوفوا أصدقائي هذا هو المشروع تاعنا، بسيط جدا. أهم حاجة في المشروع هو أن الأطفال يقدروا يخدموه وحدهم. رانا نسينا هنا ما درناش الباب، بصح مش مشكل. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا ديروا إعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة، وتركوا لنا رأيكم في التعليقات. وان شاء الله درك ندير لكم المشاريع اللي طلبتوني منهم في الفيديوهات السابقة. والى اللقاء.